وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكدت وفاء الهاجري رئيس تحليل المعلومات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أكدت أن الوزارة قد بدأت في تدشين الخدمات الإلكترونية من خلال استحداث العديد من المزايا الجديدة الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز الخدمات عبر المنصة الإلكترونية الحكومية. في إطار تنفيذ مشروعات تطوير التحول الإلكتروني المرتبط بإجراءات المحاكم، وزارة العدل لما بدأت تدشين الخدمات الإلكترونية اللي وجهتها للأفراد والمحامين عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية، كانت في نفس الوقت تركز على تطوير الخدمات نفسها. يعني طول هذه الفترة كل الأفكار والمقترحات اللي كانت توصل من السارة القضاء أو المحامين أو الموظفين كان يتم العمل على دراستها مباشرة تنفيذها بالشكل التقني المناسب، ولا زال الباب مفتوح للسارة القضاء والمحامين والمستخدمين أنهم يقدمون أي ملاحظات أو مقترحات عندهم. وزارة العدل أيضا عندها تصور واضح لتطوير الخدمات على مراحل، ووزير العدل أعلن مؤخرا مثل ما ذكرتي عن نسخة محدثة للخدمات واللي تحتوي على مزايا جديدة.